هناك الآن نقاش دولي حول المقاولة وحق الإنسان، هناك نقاش في كل على مستوى الدول وعلى المستوى العالمي حول التقنيات الجديدة على الإنترنت وما يفرضه من تحديات على مستوى حقوق الإنسان. إذن متدهوراتش ليس فقط حفلة، ستكون حفلة فعلية، ولكن نعتبرها وهذا كان فلسفة تحضير محطة لتحديات المقبلة على المستوى العالمي.